عليكم. احنا في قهوة نجم دلوقتي، وزي ما احنا شايفين المكان طبعا جميل، والناس اللي بتحب تعوم او تستخدم المكان ده ان هي تفصل او حاجة تستمتع جدا طبعا في المكان. ناس كتيرة جدا بتيجي المكان، وهو في طريقنا. احنا اصلا النهاردة ان شاء الله رايحين سور يعني، لكن هو في الطريق، فهناخد بريك كده نشرب قهوة وفي نفس الوقت نستمتع بالمكان وجماله. قهوة نجم من الأماكن الجميلة اللي في طريق الفريات وانت رايح سور. كل سنة وانتم طيبين.